غالب يابا غالب ولكن غالب غالب يابا غالب ولكن غالب احنا المفروض غالب. ننزل كلياتنا غالب لحظه يابا شوي لحظه يابا يا اخي شو في ورانا بننزل بنتسبح وبنتشمس طبعا غالب يابا يابا لحظه شوي يعني مش شايفني بحكي تليفون طب اذا مش شايفني معناها سمعني اصبر لك دقيقه يابا غالب غالب الحقني الحقني يابا بدي اموت بدي اموت يابا الحقني هلا بالنسبة للاغراض انا علي الدخان والشبسات وانتو بتجيبوا البرجر والخبز والخس غالب ماشي غالب لا حول ولا قوة الا بالله طيب هيني جاي طب سكر هالخط بس بدي اروح اشوف ابوي شو ماله شو عامل بحاله وبرجع لكم غالب يلا ماشي سلامات يابا سلام غالب ايوه يا زلمة خزيتنا بالحارة بتصيح شو هاد؟ شو عامل بحالك؟ مسمار؟ ومسمار كبير كمان يا غالي بلا غالي بلا بطيخ ولا تتصرف بدك اعمل شغلة طلع المسمار طلعت روحي بضحك ذبحتني يا زلمة اسند على سندك يا يابا يا طيب الله يرضى عليك أنا أركنت عليك يابا تتصل في وتطمني يا يابا ما هي طلعت الشغلة بسيطة إيه أنا شو عرفني إنها بسيطة يابا تاركني هيك بغلي بضرب خماس بسداس وأنا بقول شو أبصر شو صار معهم ولا إشي الشرطة مسكت الحرامي بعد أقل من ساعة يعني ما أخذ شوية الموضوع وكل اللي سارقهم طلعوا يا دوب 500 درهم الحمد لله اللي اجت على هيك وإنه الأولاد ما كانوا موجودين أثناء السرقة لا لا سليمة يابا طيبة جنبك أعطيني أحكي معها إذا قريبة منك يابا طيبة أختك نزلت تجيب لي شوية أغراض للدار ماشي ماشي خلص سلم لي عليها يا غالي غالي والله ما أنا غالي ولا بطيخ ألف ألف سلامة على أبوك يا عمي يا طيبة والله ما عرفت إنه مريض إلا هلقيت منك الله يسلمك يا حاج نجيب كم بطلع حساب الأغراض بعدين بعدين يا عمي إن شاء الله بس أبوك يتعافى أنا بحاسبه ريتك سالم طب سجلهم بلاش تنساهم لا يا عمي أنا وأبوك طول عمرنا إخوة وبعدين ما في بيننا لا حساب ولا تسجيل توكل على الله أنت وسلمي لي عليها بس خير يا عم طيبة مالك إشي؟ لا عمي إن شاء الله خير بس تعبان شوي والله يا عمي لو ولاد أختي هون كان ما خليتك تحمل إشي مش مشكلة راح أخذ شوي من الأغراض وبرجع للي ضايلين بعدين مع السلامة عمي مع السلامة معقول يكون فيلونزا طيور أو كورونا يا والله شكلها بستوي على الآخر الظاهر لا هي عادي أبوها لا أبوها عاديها والدنيا يا عمي فيها موت حية واثنين شكلهم مواتين خلينا أسجل أغراض لغدتهم هيك بتطلع 60 وبس ترجع تاخد الباقي بضيف الباقي على الحساب شو يا ابو كرش رحت انت والسطل تجيب اغراض اذا ما شو بتستنوا فيي حكيت لكم انا هلا لسه وصلت المستشفى مع ابوي يا عمي بس اخلص منه بعدين بجيكم ماشي يلا يا حبيبي سلامات السلام عليك عمي خير ان شاء الله مسمار مسمار فات برجلي وحاسه طلع من راسي السلام عليك
عادل؟ ولك شو بتعمل هون؟ اهلا غالب، انا الدكتور الجديد هون. والله وصير الدكتور. اهلا وسهلا. تفضل عمي على السرير. يلا يابا قوم، هذا عادل قوم. تفضل. تعال معي تعال. اساعدك. يا زلمة قلت لك بس اخلص منه، ليش بتضلوا ترنوا؟ يابا أنا مرتاحة وبخير طول ما أنت بخير. يابا يا طيبة الله يرضى عليك، التعب والإرهاق بديش يزيد المرض عليك. المهم أنت، أنت عندي بالدنيا كلها يا غالي. آخ يا غالي يا غالي، آخ عليك يا هالدنيا. شو مالك؟ ذكرتيني يابا بأخوك الطيب. وكمان على فكرة هو بيسلم عليك. اخيرا حكى معك؟ طب حكى لك ايش صار معهم؟ يابا انا اللي حكيت معاه عشان اطمئن شو صار معاه، وحكى لي يا غالي، حكى لي يا غالي. مالك يابا طيبه، انا فعلا غالي عند اخوك. غالب هو شو بيشتغل الوالد؟ مقاول أبنية ومسمار عقارات، اسمسار عقارات. انت شو بدك يا عادل؟ بس أشر وإحنا بنوكل. والله نساتك مثل ما انت من أيام المدرسة ما تغيرتش. فعلا، بس الواضح انك انت تغيرت، صرت دكتور وعائلتك. بس ابني اللي ما تغير. شو؟ طلعتوا بتعرفوا بعض؟ لا والله ما بعرفه، بس بعرفك انت يابا. الف سلام عليك عم ابو غالب. يلا يابا كوم كوم، بوصل ابوي على الدار وبرجع لك. يلا يابا كوم. شلتنا القديمة عاملة رحلة ولازم تكون معنا. والله يا غالب ما بيزبط، يعني حصل. حسب ما حسبش راجع لك، وصل ابوي وبرجع. طب اسمع، خد هذا الدواء جيبه لابوك من الصيدلية. لايش؟ لابوك. صح. السلام عليكم، مش الحج نجيب اللي طريقه بتودي ما بتجيب؟ مين؟ ابو سالم ابن خالتي حبيبي حبيبي. منيح اللي تذكرت انه لك ابن خاله تيجي عليه زياره، ولك حاره تيجي عليها زياره. مش بكون الزياره غاره، عشان هيك انا يومين ومسافر. ايه ما دامك مسافر بعد يومين، ليش اجيت يا ابن خالتي؟ لا لا يا ابن خالتي، انا ما إلك علي يمين، جاي خص نص عشان اشوفك وشحل عيني بشوفتك. ابن خالتي عرك عيني. الله يرحمك يا خالتي، الله يرحمك. صلة رحم يا حج نجيب، صلة رحم. عادل انا هلا بدي تفهمني ليش ما بدكش تيجي معنا؟ يا زلمه ماخذين شيء ليه؟ اخو اخته بجنن. غالب ما بقدر، انا كثير مشغول. يا زلمة اطلع تنفس لك شوي بدل ما انت قاعد بتغزوز ابر للناس، اطلع شم الهواء. غالب بالوقت اللي انت بتحكي عليه انا بكون عند والدتي الله يشفيها. يعني حبك تطلع عندها العصريات؟ يا زلمة روح الظهر الليل، اروح لها اي وقت. انا كل يوم العصر نتناوب انا واخوتي واخواتي على متابعتها، ما بنقدر نتركها لحالها. يا زلمة اطلع تنفس شوي، ان لنفسك عليك حق، اطلع فرفش شم الهواء بتنبسط، رح تكتشف انه الحياة حلوة. والحياة حلوة بس عادل يفهم. على فكرة جبت الدواء لأبوك؟ اي دواء؟ نسيت. اما هو عشان كنت بدي اشوفك، يعني اذا ما صار لنا 5 سنين مش شايفين بعض. غالب ارحم ابوك، اذا ما اخذ الدواء بمواعيده رح يصير معه مضاعفات تسمم لا سمح الله. لا سمح الله، لا معناها اعطيني روشته بدل عشان ضيعتها هديك. لا حول ولا قوة يا رب. اب غالب. ايوه برداية. قد ايه العمر؟ انو عمر مين؟ انا؟ ابوك. ابوك. ابوي يعني ابو 60 سنة. طيب تعطيه هذا الدواء ضروري ياخذه بمواعيده. ايوه هنسوي خطوط
دكاترة صحيح؟ 3 مرات باليوم ابعت لك. والله عادل صار يشحبل. تفضل. والله بدي اسألك سؤال بس. هلا هذا يعني إذا ضيعتها بتعطيني بدالها؟ مشي مشي مشي.